لا يفوتني في هذا التقرير أن أقدم التحية للزميل الأستاذ جمال الدين المصطفى في التعليق الصوتي وتقرير عن رفع العلم هذه الراية الجميلة الحرة اللي بيحتذى بها كل الأجيال. اليوم نرفع راية استقلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا. كانت هذه الكلمات وستبقى سلاحا مدافعا وملاذا عند المحن ومستودعا للجمال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة والبرمجة المخصصة لأعياد الاستقلال، وضيفي دكتور عماد الفضل. سعيدة بوجودك، وتحدثنا قبل عن إشراقات فيها السلبيات والإيجابيات. دعنا سريعا نتحدث عن الإيجابيات ممكن نحن نقدمها في مشاهد هذا العام لهذا الوطن. أنا أعتقد السودانيين طول عمرهم أهل محبة، ما كان عندنا تنامي للعنصرية والقبلية. صحيح. والجهوية. صحيح. ولا كان عندنا تزول وخلاص خلاص انت جاي جنبي، بقينا مع بعض سواسية. صحيح. فجأة تغيرت هذه الأشياء وأصبحت في كثير من السلبيات، كثير من السلوكيات، كثير من نشر الكراهية، كثير من نشر الشائعات. الوطن ده والله أنا أعتقد أنه كلنا ظلمناه. أنا ما ببرئ نفسي، عشان كده أنا لو سمحت لي أول حاجة أشكر كل الشعراء اللي كتبوا عن الوطن، وبعدين ما ننسى الدكتور عبد الواحد عبد الله كتب أجمل نشيد في الوطن، وكتار كتبوا فيها، وأنا نعم. كتبت كثير، 150 قضية وطنية، قصيدة وطنية. لو سمحت لي بس أقول لك بعض أسمع. الكلمات اللي كتبتها عن حصة وطن. تفضل. أنا لسه في حصة وطن، بكتب قصايد في الوطن، طبعت حروفه على البدن. لا وقت عندي للمزاح، لا وقت عندي للغزل، إلا الغزل في بيت وطن. كنداك تهتف بالنضال، ما بتعرف الخوف والمحال. حرية كانت بيتمم من دم شهيد سائر عنيد، مدفون وحيد داخل كفن. يا حسرة الأبطال تفوت، يا حسرة الشجعان تموت، أهل النضال ما بيموت. يا حسرة الشجعان تموت، أهل النضال ما بيموت رغم المصاعب والمحن. من أجل دمك يا شهيد لازم مسارنا يكون جديد، واجبنا أبدا ما نحيد. لما الحديد يلقى الحديد والثورة لازم تنتصر، ما فيش مناضل يوم خسر. مهما يزيد غدر الزمن ما نحس بضعف ولا وهن، نكتب شعار الثورة فوق، نتساوى عدالة وحرية، تتعلى القيم الوطنية والأمن الشامل يتحقق. ما نقبل أبدا جهوية وما نقبل فكرة القبلية، لازم نتوحد في الثورة بحوار مدروس بشفافية، من غير إحساس بأنانية، من غير إحساس بالدونية، ونعيش جميع حصة وطن. ما عندي أغلى من الوطن، زيدوا الهتاف، هل عندكم غير الوطن؟ والنيل هناك رمز الوطن، في داخلي نبضك يا وطن، ما أحلى عشقك يا وطن. هسه الآن يا ريت نعتبر الاستقلال حصل اليوم، وكلنا نقعد مع بعض نشوف بضمير صاحي. كلامك ده ذكرني سؤال الطرح اليوم عبر فتراتنا المفتوحة للموقع الشروق نت، هل إحنا فعليا حققنا استقلالنا أم لا؟ أنا ده سؤال مطروح في الموقع، ممكن تجاوب يعني. أنا أعتقد نحن لسه ما حققنا الاستقلال الفعلي. قد يكون استقلال، لكن هل عرفنا كيف يحكم هذا الوطن؟ الوطن ده فيه كمية كبيرة جدا من القبائل، حدود مشتركة كبيرة حتى بعد انفصال الجنوب. نحن عندنا حدود غير عادية، وعندنا ترييف للمدن بصورة، لأننا فشلنا في أنه نحن نحسن الأرياف ونعمل خدمات للناس في كل مكان في الوطن، وطرق تصل لكل الوطن، فيضطر كل الناس يتكدسوا عندنا في الخرطوم، بل البعض يتكدس بأشياء ما كنا بنتمناها تدخل في هذا الوطن. نحن في بشريات عام جديد، وإحنا في يعني في تغيير طرأ في حياتنا من العام 2019، ويعني عندنا شعارات يمكن حلمنا بتحقيقها، حرية سلام وعدالة. وعدالة كيف لنا؟ حرية سلام وعدالة، وأضيف عليها الأمن الشامل. حرية سلام وعدالة وأمن شامل، وتكون ونضع الخطط، ما ساكت يا جماعة، نضع الخطط لكل حاجة. لو مسكنا مجال الصحة نضع خطط كاملة في الصحة،
نستفيد من وسائل التواصل اللي ما فيها غير شائعات وكلام معلش كلام مليان كلام فارغ زي ما بقوله. فحاجات كثيرة بنكتبها يا إخوانا والله نحن نستطيع أن نطور الصحة، نستطيع أن نطور التعليم. الأطفال اللي بيمشوا بيعانوا الصباحية، الصحة المدرسية، المستشفيات، وسائل التواصل دي بدل أنا كل دقيقة أنا داير أكتب كل الصيدليات في الوطن داخل الخرطوم مثلا وفي أي إقليم آخر، صحيح. أكتب أرقامهم في جروب واحد يا جماعة عشان أعرف الأدوية دي موجودة وين، والدواء قرب ينتهي تاريخه زي الأدوية اللي بتغرز الحياة، قرب مثلا زي التشو بلازمينوجين أكتيفيتر التي بي اي بينتهي خلال 5 شهور 6 شهور، أعرف وين عشان أشيل القرب ينتهي أمشي أوديه لحتة تانية وأخلي الجديد في هذا المكان. أكون عارف، أكون عارف الدكتور بتاع المخ والأعصاب موجود وين، أكون عارف الدكتور اللي بحتاج له، أكون عارف الأسرة الفاضية وين من خلال هذا الشيء بغروب واحد فيه من كل مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين للمستشفيات. أقدر أعمل كنترول، أقدر أنمي يعني كل الأماكن اللي ممكن المريض يمشي لها من غير ما يجي دايرك للمستشفى. أشوف ناس العناية المركزة، أهل الحروب، حتى المواطن أوريه أنه في أخطاء كثيرة بيرتكبها إذا كان في مظاهرة أو في حادث، الناس كلها تتلمى حول المريض ما يقدر يتنفس حتى أكسجين ويشيلوه بطريقة في ركشة أو في موتر. صحيح. هذا الشيء ما ممكن. لو اتكسر هي دكتور بتحتاج لتوعية، محتاجين لتوعية دي. إحنا دارين أهل الإعلام يوعوا، لأنه الكسر لو كان كده والشريان جنبه أنت شلته بطريقة عشوائية. في اللحظة دي أنت ذكرت الطب، وأنا بقول لك ده كلام جميل جدا، إنه تكون في شخصية سال يعني شاملة عندها كل مقومات النجاح. أنا بحيي جدا. فإن مهروا أرواحهم كتبوا الخلود لذكراهم، فهم لبراس الوطن في الليالي الحالكات، وهم عذ جيل أمتنا نفاخر به لجيل آت. هم الآباء والذعماء الذين قدموا للسودان هذا الاستقلال المجيد في تحقيق السلم والمساواة والأمن والأمان. نحتاج من أجل ذلك نبعد شوي عن الأنانية، نترك الأنانية، لأن الأنانية هي دائما ما بتقدم الأوطان ولا بتقدم الشخص حتى. ما هي الأنانية دي؟ هو نوع من سوء السلوك. يعني نحن حتى في الطرقات دي شركاء الطريق ما بيحترموا بعض. أهل الإعلام مع الاعتذار في الكلام ده، وأنا جزء من أهل الإعلام، الإعلام القديم يعني، هل نحن قاعدين نوعي الناس بالطريق؟ ليه أنت كل واحد داري يتخطى الثاني، كل واحد داري يعطل الثاني، كل شيء. إحنا وسائل التواصل كلها ممكن تشرح الحاجات دي، الحاجات اللي بنكتبها يا اخواننا. والله العظيم المواطن محتاج نغير سلوك الناس. الانانيه والغش والخداع والتفلتات، وفجاه نلقى الامن مشكله بالليل، مشكل كبير جدا جدا. نحن ما نغير سلوكنا ده يا جماعه؟ ليه ما نغير السلوك؟ ليه ما نوعي الشباب برضه في السن الصغيره دي، نديهم حصص وطن، نعالج انيميا الوطنيه. انا بقول الكلام ده، احنا لما نكون دايرين ندي معلش دايرين ندي دواء عشان نعالج انيميا الدم بندي جرعات. انا داير جرعات من الوطنيه، المواطن يعرف حقوقه وواجباته عشان ينتمى هذا الوطن. صحيح. ولا شنو؟ نحن لو ما غيرنا سلوكنا وتركنا هذه الانانيه وتركنا الجهويه وتركنا الحاجات الرفض الاخر والكراهيه نشر الحاجات دي ما حلو يعني. ليه ما نكبه كلنا كتله واحده؟ نكبه عشان يكون في تطور، عشان يكون نعم في نماء، في رفاهيه، وما نتطور بدون انتاج. صحيح. وبدون حسن إدارة للموارد. أنا كتبت الكلام ده حتى في قصيدة، قلت يعني بدون ما ممكن نتطور إلا بإنتاج، والإنتاج ده كيف بيتم؟ تسهيل الإنتاج. أنت كدولة تحاول تسهيل الإنتاج، الحاجة اللي ما بتقدر عليها المواطن يستطيع. حتى في الأمن، لو أنا عاوز أعمل أمن شامل في البلد، أزيد كمية يعني مواقع بسط الأمن الشامل، أدخل فيها الشباب كله حي يشاركوا مع الشرطة. صحيح. عشان هون عارفين لازم نعمل تخطيط، نعرف الأجانب تسكنوا والناس تسكنوا في كل حي، ونراقب الأشياء دي. أنا ما داير أقول أنه نتجسس عليهم. صحيح. كل التفاصيل دي إحنا بنستوقف في وضع الدستور. وضع الدستور يمكن كل الثورات الفائتة هي احتمدت على العام 2005، دستور عام 2005، ولكن نحن أو نحن عفوا في هذه البشريات بننتظر بوضع دستور يحقق الأمن والأمان والاستقرار ويتفق عليه الجميع. لازم يكون دستور ثوري ويكون مطاع. الدستور ده لازم يكون شامل،
جيب الناس كلهم ما تخلي لي اسماء معينه تيجي تتحاور مع الناس. الحوار دي يدخلوا فيه كل الناس، يمكن في واحد بيعرف عن الحاجات دي اكثر حاجه، في ناس بيعرفوا عن الاشياء دي. فبعدين يا جماعه والله العظيم في ناس يعني بيرفضوا اي حاجه، في ناس بيرفضوا من اجل الرفض، ودي مشكل، ده مشكل كبير يا جماعه. اصلا احنا لما واحد يصاب حتى في 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 مسيره، قد تكون الولد الوحيد عند امه، قد يكون في قد يكون هو العائله الوحيد للاسره، نحن عملنا مشاكل. بعدين انتشار المخدرات، كلنا منحارب الحاجه دي، الظاهره دي منحارب الاشياء دي، إنه عشان نحسن الوطن وزي ما قلت الانانيه، وده كلام جميل، ونشيل هذه السلبيه. لازم نحن نكون واعيين ونجيب العقلاء والحكماء دي كلهم، وحتى الرافض هسه الرافضين للاتفاقيه الاخيره دي، يا اخواننا تعالوا قولوا كلامكم، دارين كله بنسمعكم. انا من حقي اعبر عن رايي وارفض. اي لا، قولوا لي، لكن قولوا لي وذات المسؤول. المسؤول ما بيجي يخرب الناس في موقعه ويسمع كلامهم ويسمع الراي والراي الاخر. انا لو كنت مسؤول هاجي في قاعه الصداقه كل شهر، يا اخواننا تعالوا وروني مطالبكم، انتوا دايرين مننا شنو وما دايرين، البقدر عليه بعمله وما بقدر عليه بحول للجهه الاخرى. انا زي ما قلت لكم احنا غد احنا مستعدين نقعد مع الناس دي كلهم. صحيح. يعني عشان شنو؟ يعني اللي عنده احساس بالقبليه ولا الدونيه، انا كتبت عن الكلام ده، لو دايره نسمع. لو دايره قصيده نسمع. اخرى عاوز اقول لك، في التبادي عشان تكون فعلا مواطن نشترك في حب بلادي. انت لو طمعان في ارضي ولا ما بتحترم عرضي، يلا ابعد عني غادي، الوطن نحن بنصونه وما بنقدر نحيته وما بنتركه للاعادي. ارتباطك ما جوازك، ارتباطك ما جوازك وما زواجك وما تجارتك وما مهارتك. المهم لازم تشارك في حماية كل حدوده. لما تسمع زول بينادي ولما يحتجت الأعادي، الوطن أنا عندي غالي، وطني في الخيرات مثالي، والموارد فيه ثرة، لو لقت إنسان يديره، لو لقت صادق يديره. ما الوطن داخل شعوري، الوطن داخل فؤادي، يلا وريني الحقيقة وانت أصدق وابقى جادي. انت لازم تحترمني ونبقى لما تحوش ونادي، ارسم احلامك معانا ونشترك في حب بلادي. كل يوم بكتب كلامي وما بهين انسان امامي، اختلفنا خلافنا عادي، اختلفنا خلافنا عادي وما بينقص اجتهادي. بقبل انك حزب امه وبقبل انك اتحادي ولا بحثي شيوعي انت ولا بالاسلام شعارك لما تصدق في المبادئ. الكذب حبله قصير والطمع دائما بيغير، والخداع أسوأ تصرف لما يزداد التمادي. انت اصدق في كلامك لو تصرح او تنادي، الصدق اعظم فضيلة. اتفقنا لكل مرادي، اتفقنا بكون اخوك، واتفقنا لكل مرادي. يا سلام، يعني هذا اليوم كان يوم من ايام شعبي الخالدات، يعني يوم رفعت فيه راية الاستقلال ورفرفت عاليا، وكل هذا الفخر بنهديه بالتأكيد لكل الشباب اللي دائما بيحمل هم الوطن، الشباب الغير مندفع اللي هو دائما بيزعى للسلمية وتطوير المجتمع السوداني. كيف نحقق الاستقرار وبناء الأوطان من خلال شباب العزة، شباب السودان؟ نعم، نحن نجيب الناس الغير المندفعين، في ناس بيندفعوا قد يكونوا صغار في السن واشياء زي دي، وبرضه نحن ما في اخطاء من الحكومات المرت على السودان، ما بننكرها دي. اقعدوا مع الناس دي، انتوا دارين شنو ورونا، لازم يكون في محاسبه. لكن انا اعتقد انا لو قالوا لي قول كلامك، اجلوا بعض اللاءات اللي انتوا بتطلبوها يا شباب، اجلوها لحد ما يتكون مجلس تشريعي ثوري قوي، خلوا الحكومه ودستور نطيعه كلنا ونسمع الحاجه دي. طالما الحكومه الحالية طرحت اتفاق إطاري، الاتفاق الإطاري دي لو دارين تعدل فيه حاجة تعالوا أقعدوا معانا يا إخواننا، أنتوا ذاتكم يا حكام، جيبوا الناس ديل في قاعة كبيرة. بس أنا حسألك سريعا، بتفتكر إنه الشباب حاسين ممكن يكون في عدم التزام بهذا الاتفاق؟ بعضهم، ما كلهم والله، في شباب فاهمين وبحبوا الوطن ده حب غير عادي، وشجعان، شجعان جدا. أنا ما بقول إنه هم مندفعين كلهم، لكن صحيح أنت، أنا والله يعني أنا بعتبر إحنا كلنا أخطأنا
انا ما بسيء اي حكومه ولا بسيء ولاة الامر، لكن انت لازم تقعد مع النازل والشباب ذاته لازم يهادنوا شويه، ما يرفضوا من اجل الرفض. نكون واقعيين، انا والله بحترم الثوره دي، كانوا من الشباب، الشباب هم اللي كانوا في العنايه، فلازم نحن الشباب دي نقعدهم يعني نتفاهم معاهم ونقول حاجاتنا كلها معاهم ونتفق على رؤى معينه. لو انتم في حاجه ناقصه، كانت في جلسات سابقه مع الشباب يعني، لا تكون جلسات، ما تكون جلسات شامله للاعلام يحضرها والناس كلها تحضرها، مفتوحه تكون مفتوحه. تعالوا في قاعه الصداقه، بالرغم انه قاعه الصداقه ساعتها ما كبيره، تعالوا المسرح القومي ممكن يسع 10,000 شخص، ساحه الحريه، تعالوا في ساحه الحريه، تعالوا في واحده من الاستادات اللي بنلعب فيها الكوره دي، استاد المريخ مثلا، استاد المريخ واستاد الهلال. انا ما بقول امشوا الاستادات في قطر، تعالوا استاداتنا هنا. صحيح يعني تعالوا اعملوا الحاجه دي، يعني لازم الحاجه دي تكون. يعني انا بقول شنو، حكتر في القصايد معلش، لا احنا القصايد دي فيها معاني كبيره لو الناس انتبهت ليها. محتاجين لحسن إدارة وما بنتطور دون إنتاج. نحن زمان لما كنا بنكسي الكعبة والخيرات اللي كان بنشيلها نمشي قوافل من حجاج، أحلى شواطئ أكيد في بلدنا، وممكن نبني مواقع فيها، ممكن نبني مواقع فيها، وممكن نصنع ألف بلاد فيها رمال ذهبية بتلمع، تدي معادن وتدي زجاج. الخيرات ببلدنا كثيرة، لو أخلصنا زراعة بننهض حيوانات وطيور حوالينا، وندي العلم وندي علاج، كم علمنا دول حوالينا وكنا مشاعل وكنا سراج. عندنا دور لسياحة جميلة، عندنا دور لسياحة جميلة، محتاجين لمصور بارع وشخص بيفهم في الإخراج علشان نعرض أغلى بضاعة وأحلى مناظر وجو متكامل، ونيل نجاري بيزقي تراب، كيف نشحت وليه نحتاج. تعالوا جميعا بس نتعاون، محتاجين لحسن إدارة وما بنتطور دون إنتاج. عاوز الموية العذبة بتلقى، وتلقى البحر بملح وجاج، فيها الكرمك وفي الأنقسمة وجبل مرة وبور سودان، وحتى بتوت سياحة ومتعة، وفي شنبات بسياحة جميلة فيها العلم وأحلى فجاج. لسه ليه نتحارب وليه نتخاصم لتعاوننا الكل محتاج، علشان نبني الوطن الغالي بوحدة جميلة بدون إزعاج. ما بنخون أبدا صادق، نمنع أي إشاعة وكذبة وأي سلاح مرفوع وهياج، ما بقانون وسلام حقيقي، ما بالكذبة ولا أطماع، بس بالشورى، ودي ضروري، وبتخطيطنا وبالإنتاج. بتخطيطنا وبالإنتاج، يمكن يعني الجملة دي مهمة جدا، لأنه إحنا في بشريات عام بيفترض إنه يكون في تخطيط مسبق قبل بداية العام، خطة استراتيجية يستفيد منها ويستفيد منها المجتمع. في القصيدة ذكرت النيل هو شريان الحياة، حياة كل السودانيين، والآن التفاف كل الشباب حوالين شارع النيل، حوالين النيل العظيم، في صورة اجتماعية جميلة من خلال نوظف هذه الطاقات لبناء عجلة الأوطان. نحن ما نعتبر أنه نحن بس نحتفل بالاستغلال، دايرين نعمل الآن شنو الممكن. كل إنسان يدينا رأيه في مجال الطاقة، دايما تعملوا طاقة شمسية، دايما تستخدموا الهواء، دايما تستخدموا المياه، نقعد سوا كلنا. لو واحد فتح مشروع زي ده ما نعكسه، والناس البرزوا في الدنيا من السودانيين، هسه في ملاكم في الهندي بطل في كل حاجة، ليه نحن ما نجيبه ونخليه ونرعاه؟ في ناس، أنا عندي ولدي ما شاء الله عنده لعبة الفري ستايل، نشرها في السودان، عبد الله فري ستايل نشر هذه اللعبة، من علم الأطفال بيجوه الناس اللي بيشاهدوه بالملايين، من عمل رياضة زي دي. هسه لما ينفصل الجنوب، والناس هسه الجنوب ما شاء الله طوال الغامة نجحت عندهم كرة السلة، نحن هنا ممكن نرجح الرياضة، نرجح الرياضة، ودائما بالرياضة والثقافة نحن بنحمي الأوطان. يعني نحن قد نختلف في السياسة، لكن ما بنختلف في الثقافة ولا بنختلف في الرياضة، نجمع الناس دي كلهم ولا صح. شنو؟ صح. المشاكل بتحصل بين الرعاة، يعني أنا لاحظت إنه غير المشاكل اللي بتحصل سواء كانت قبيلية سواء كانت بين الرعاة أو المزارعية، ولكن خطاب الكراهية في حد نفسه اللي هو كان
في الشهور الماضية منتشر جدا بين عدد من القبائل في ولاية السودان المختلفة، نبذ هذا الخطاب بصورة أكثر يعني فهم وأكثر نضج، يمكن ده بيحفز الأوطان، بيبني على بيبقى على الاستقرار المجتمعي والحياة السلمية ممكن يستمتع بها المواطن السوداني. احنا يعني للأسف انتهت الفقرة، حنشكرك ونشكر وجودك معنا من خلال هذه الحلقة من جلال الأصيل، شكرا لوجودك معنا. بارك الله فيك، كتر خيركم، وشكرا لكل الناس اللي بيشاهدوا قناة الشروق، وشكرا لكل الكروة العامل في هذا المكان. شكرا لك. بارك الله فيك. وكل سنة وانت طيب. كل مشاهدينا ورفقاء هذه الأمسية من ظلال الأصيل، خصصها للاحتفال بأعياد الاستقلال المجيدة.